انواع الكومبو بوكس سابقا تعرفنا عليها وقلنا انه ثلاث انواع تقريبا: الكومبو بوكس، كومبو بوكس اعتيادية، كومبو بوكس وذ ايمج، كومبو بوكس على اساس تكون عندك تشيك كومبو بوكس. هذا الكلام نفسه يتطبق على الليست بوكس اللي تعتبر اداة جدا مهمة. يمكن تعمل تاخذ فقط تكتب ليست بوكس، طبعا هنا عندك ليست بوكس كنترول اعتيادي، هنا عندك ليست تشيك ليست بوكس تشيك يعني، ثم عندك هنا ايمج تشيك بوكس، هنا عندك ليست بوكس اعتيادية. نفس الشيء تظهر، تضغط على التاج تظهر لك كل الداتا الخاصة فيها. يمكن ترتب الداتا هوريزونت، يمكن تعطيها سكرول، يعني سكرول إلها هوريزونتال أور فيرتيكال. المود الخاص فيها يمكن يكون مالتي سيمبل أور مالتي إكستند. بعد ذلك يمكن تضعها، هنا عندك مجموعة الخصائص الخاصة فيها، يمكن تعمل إديت أيتم تمبلت، إديت مالتي لاين تكست، تظهر الخصائص الخاصة فيها بهذا الشكل. هنا مجموعة الخصائص كلها، وهنا عندك الأفيرينس، يعني هنا تستطيع من تغيير الأفيرينس الخاص في هذه الليست بوكس. طيب بالنسبة للتشيك اللي تحتوي لك على تشيك، فتتوقع انه لما تضغط على الايديت ايتم فتحتوي لك على مجموعة من الايتم، يمكن تضيف مجموعة من الايتم، بعض هذه الايتم تتم عملية تغييرها مثلا الى تشيك ستيت الى تشيك، ثم ذلك اوكي. فتتوقع الان تمت اضافة مجموعة من الايتم داخلها، هذه الايتم يمكن تقوم بعمل تشيك اون تشيك لها. طيب هذه الليست بوكس نفس الشيء ايضا تحتوي لك على مجموعة من الايتم، كل ايتم يمكن انه تحتوي لك على الديسكريبشن ان ايمج. ايش معنى يعني الديسكريبشن؟ النص الخاص فيها ثم ذلك الايمج. الان لما تضغط عليه بهذا الشكل تختار الايمج، فتستطيع ان تختار ايمج خاصه فيك، لكن تستطيع ان تختار الايمج الايقونات اللي توفرها لك اديف اكسبرس. هناك مجموعه من الايقونات الخاصه في اديف، مثلا اختار هذه الايقونه اقول له اوكي اضيف جديد يعني، ثم ذلك اقول يمكن ان اختار هذه الايقونه بشكل عشوائي طبعا الاد، يمكن اختار هذه الايقونه ثم ذلك اوكي. اوكي الان ايش تتوقع؟ عادي يضيف لك مجموعه من الاختيارات او مجموعه من الاوبشن داخل الليست تشيك بوكس ومع الايقونات الخاصه فيها.